مباراة السادسة له، خمسة مباريات في دور نجوم العراق وهذه السادسة. محاولة الآن لمصلحة فريق نفط ميسان، فريق نفط ميسان يريد أن يسجل مبكرا، ضاغط على فريق القاسم، وصلت داخل منطقة الجزاء، كرة الخطيرة ما زالت البحث عن تصويبة، يا الله جول نفط ميسان، فرسان المملكة يسجلون أولى الأهداف أمام جماهيرهم وسط أنصارهم عن طريق اللاعب جعفر ناصر. جعفر ناصر يسجل أول أهداف هذا اللقاء، والهدف الثاني، الهدف الثاني لجعفر ناصر في هذا الموسم بعدما سجل في مرمى نفط البصرة، الآن يسجل في مرمى القاسم. مثل ما ذكرت فريق نفط ميسان واضح جدا يبحث 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 عن هدف مبكر، وبالفعل أتى هدف المبكر. شاهد التحضير وتهيئة الكرة من على السعد، ويأتي بالسعد جعفر ناصر، تسديدة في الزاوية الصعبة على أحمد شاكر، وهدف التقدم لمصلحة نفط ميسان في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثانية. لكن ليس هو الهدف الذي يعتبر أسرع هدف في هذا الموسم، أسرع هدف مسجل لدى مهاجم. هل نفذ على الدالي؟ نعم على الدالي، على الدالي. ركلة الجزاء الثالثة يحتسبها حيدر عدوان، على الدالي يتقدم أمام أحمد شاكر، على الدالي جول ثاني لنفط ميسان، هدف ثاني لفرسان المملكة. علاء الدالي يسجل ثاني أهداف نفط ميسان في هذا اللقاء، والهدف رقم 14 لينفرد بوصافة أهداف في الدوري العراقي خلف أيمن حسين الذي يتربع على عرش صدارة الهدافين 21 هدف، وعلاء الدالي أصبح الآن 14 هدف، والمركز الثالث، المركز الثالث لأوكيكي مهاجم نفط برصيد 13 هدف، الرابع مهند علي بيبي مهاجم الشرطة ب 12 هدف. علاء الدالي وضع الكرة في زاوية صعبة جدا، نعم زاوية صعبة جدا، صعبة على أحمد شاكر وعلى غير أحمد شاكر، نعم صعب، صعبة هذه ركلة الجزاء، ركلة الجزاء في الدقيقة 43، الهدف الدقيقة 44، والآن فريق القاسم يبحث عن التعديل أو التقليص، جول التقليص يأتي لفريق القاسم، كرة خطيرة كانت لمصلحة فريق القاسم، الحارث حاتم لعب الكرة في المقاس، في المقاس، أي دقائق ساخنة، أي دقائق مثيرة. هدف التقليص لفريق القاسم قبل نهاية الوقت الأصلي، قبل نهاية الوقت الأصلي، نعم فريق القاسم بردة فعل سريعة جدا. دقيقة 45 سيف رشيد يسجل، يسجل، يسجل الهدف الأول لفريق القاسم. هل هناك عودة للفار؟ سيف رشيد الذي يسجل ثاني أهدافه بعدما سجل في مرمى الكرخ وفي مرمى الآن في مرمى نفط ميسان. هذه الكرة، هذه الكرة، هذه الكرة، هل هناك تسلل؟ لا وجود تسلل، لا وجود تسلل. نعم الحارث حاتم في موقف سليم، شاهد الحارث حاتم كيف لعب الكرة، هدف، هدف جميل، ويحسب للحارث حاتم، يحسب للحارث حاتم الأسيست جميل، وضع، وضع سيف رشيد، وضع سيف رشيد، هو والمرمى، هو والمرمى، نعم 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 نعم، قدم له الكرة على طبق بالذهب، تبريرة حريرية جميلة، وهدف الأول لمصلحة فريق القاسم. ستة دقائق كوقت محتسب بدلا عن الضاع، ستة دقائق كوقت محتسب بدلا عن الضاع، وأكيد أكيد سوف نجتاز الستة دقائق، سوف نجتاز الستة دقائق بعد أيضا العودة للفار، أيضا العودة إلى الفار في هذا الهدف. هل يتم احتساب الهدف أم يلغى؟ نعم تم الإعادة للفار، ما موجود التسلل
في لقطة الحارث حاتم. نعم الحارث حاتم كان في موقف سليم. لا أعرف لا أعرف هل بسبب الاحتكاك أم على لقطة التسلل. جماهير نادي نفط ميسان، رابطة مشجعين نفط ميسان حاضرة لكن ليس بذلك العدد الكبير. حيدر عدوان وكلام مع لاعبي فريق القاسم. علي عبد الجبار يعرف تماما هذا الهدف ليس في وقت اكيد، عندما تذهب الى الاستراحه وانت متاخر بهدف افضل بكثير من انت متاخر بهدفين. فريق القاسم يستحق الهدف، يستحق الهدف عطفا على الاداء الذي قدمه خلال الشوط الاول، قدم اداء جيد. هناك ايضا عوده للفار، عودة إلى الفار بسبب الكرة المشتركة. نعم كانت لقطة مشتركة واحتكاك ما بين لاعب فريق القاسم ولاعب فريق نفط ميسان. العودة إلى الفار قبل الحكم حيدر عدوان مرة أخوة مرة أخرى يعود إلى الفار. هل هناك خطأ على لاعبي فريق القاسم من ماذا؟ شاهدنا الكرة المشتركة ما بين علي حلو واللاعب محمد خالد. الكرة المشتركة كانت ما بين نعم ما بين محمد خالد والمدافع علي حلو. اللقطة مع بيسوكي. نعم اللقطة مع بيسوكي، هل كان هناك دفع من بيسوكي على علي حلو؟ هل كان هناك دفع من بيسوكي على علي حلو في هذه اللقطة؟ شاهد 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 شاهد. نعم بيسوكي واللقطة المشتركة مع علي حلو ومن ثم أتى الهدف. هل يلغى الهدف من قبل الحكم حيدر عدوان أم يتم احتساب الهدف؟ لقطة ما بين بيسوكي وعلي حلو. حيدر عدوان ماذا سوف تحتسب؟ حيدر عدوان ماذا سوف تحتسب؟ وهناك خطأ، خطأ والهدف تم إلغاءه. الخطأ تم إلغاء، نعم الهدف تم إلغاءه بسبب وجود خطأ على هذا اللاعب علي حلو من قبل اللاعب الكاميروني بيسوكي، وبالتالي الهدف يلغى، الهدف يلغى وتبقى النتيجة على حالها. فريق نفط ميسان يتقدم على فريق القاسم بهدفين مقابل لا شيء. نشاهد نشاهد الإعادة. الكرة الآن تلعب الخطأ من أمجد رحيم بالرأس من علاء سعد وصلت لكوكا. محمد خالد امام امجد رحيم، امجد رحيم الخبره والتجربه الكبيره. امجد رحيم ام محمد خالد؟ محمد خالد. جول مصلحه فريق القاسم، القاسم يقلص في بدايه الشوط الثاني. هدف في الدقيقه 49 من المباراه والدقيقه الرابعه، الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني. محمد خالد يسجل أول أهداف فريق القاسم. محمد خالد أيضا يسجل أول أهدافه مع فريق القاسم في هذا الموسم. محمد خالد لعبها في زاوية صعبة على أمجد رحيم، بالرغم من أمجد رحيم ذهب باتجاه الكرة لكن كرة كانت سريعة وقوية في زاوية صعبة على أمجد رحيم. الآن هدف لفريق القاسم، هدف الدهوك، تم التقليص في وقت مناسب جدا لفريق القاسم اذا ما اراد العوده. لكن فريق نفط ميسان، فريق نفط ميسان يحاول الان، يحاول الان اكيد يعني فريق نفط ميسان سوف يحاول ان يسجل هدف ثالث، ولديه الامكانيه ولديه اللاعبين، خاصه اتكلم عن على الدال الهداف وجعفر ناصر كينغسلي كوكو، الثلاثي الامامي ثلاثي خطير جدا لفريق القاسم. رمى جانبية اللعب
من سجاد محمد باتجاه على الدالي، على الدالي مر، انطلق على الدالي داخل منطقة الجزاء، كرة الخطيرة لكن مرت على الدالي، مرت على السوري وذهبت إلى الخارج ركلة مرمى. نعم فريق نفط ميسان بالرغم من وصوله إلى منطقة جزاء فريق القاسم يعني مرات قليلة لكن دائما ما تكون خطيرة، دائما ما تكون خطيرة وخطيرة جدا. وصلت لعلي حلو على فريق نفط ميسان، ركلة جزاء الآن، ركلة جزاء الآن لمصلحة فريق القاسم، من على التنفيذ، ركلة جزاء لمصلحة فريق القاسم، على أحمد علي البديل، البديل أحمد علي أمام أمجد رحيم، أحمد علي جول ثاني، هدف التعادل لمصلحة أسود سورة، أسود سورة بعد التأخر في الشوط الأول بهدفين عادوا وسجلوا هدفين في الشوط الثاني وعدل النتيجة. الدقيقة 90، الدقيقة 90 تأتي بالخبر الجديد، بخبر هدف التعادل لمصلحة فريق القاسم عن طريق البديل أحمد علي، أحمد علي القادم من نادي النجف يسجل، يسجل هدف في الدقيقة 90 ليعدل النتيجة، هدفين مقابل هدفين، مباراة جميلة ما بين الفريقين. تقدم نفط ميسان بهدفين وعاد، عاد عاد مباراة اليوم، مباراة ركلات الجزاء، مباراة ركلات